نبدأ محاضرة اليوم بتكملة للمثالين اللي في صفحة 77. يتكلمون المثالين عن اللوجيستيك ماب، والمثال الثاني عن التان انفيرس. التطبيق اللي يريد نطبق عليها يعني على هذه المثالين نظرية سينجر. ونظرية سينجر خلت حد أعلى لعدد النقاط الدورية الجاذبة، وهو N زائد 2، حيث N هو عدد النقاط الحرجة للدالة، ويجب أن تكون الدالة لها مشتقة شوارتز سالبة. يمكن أن نطبق عليها نظرية سينجر. الان زائد 2، الان هي عدد النقاط الحرجه، والاثنين هي طرفي الفتره، داله معرفه على فتره مغلقه. الاثنين تجي من طرفي الفتره مثل ما شفنا المحاضره السابقه، انه الاي والبي ممكن تكون الاي سالب ما لا نهايه والبي ما لا نهايه، وطرفي الفتره قد تجذب كل منهما نقطه دوريه جاذبه، فيكون العدد الكلي كحد أعلى كحد أقصى هو N زائد 2. الآن في اللوجيستيك ماب، الفترة اللي عندنا هي الفترة المغلقة 0 1، وكأنما الـ A هي الصفر والـ B هي الواحد. وطبعا عندنا الميو، الباراميتر ميو، سبق وأن عرفنا أنه أكبر من صفر أقل أو يساوي الأربعة. الآن السؤال في المثال اللي معطى في صفحة 77، أنه ما هو العدد الممكن للنقاط الدورية الجاذبة لهذه الدالة؟ أول شيء يعني الرجل سينجر قال بدل ما تفكر بالنقاط الدورية فكر بعدد النقاط الحرجة. النقاط الحرجة شوفها كم نقطة حرجة وضيف لها 2، هذا هو العدد الأقصى. الاثنين من تجي؟ الاثنين تجي من A و B، من طرفي الفترة. فبسط علينا العملية حتى أوجد عدد النقاط الدورية الجاذبة الممكن أو العدد الأقصى لها. أوجد النقاط الحرجة حتى أوجد النقاط الحرجة للدالة أو عددها. أشتق الدالة ميو ناقص 2 ميو أكس وأساويها بالصفر، أستنتج أنه أكس تساوي نصف. هذه هي النقطة الحرجة الوحيدة للدالة L صب ميو، بمعنى N تساوي واحد، بمعنى في نظرية سينجر N تساوي واحد في النظرية، والاثنين تجي من A و B. لكن سبق وأن عرفنا أنه للدالة نقطتين ثابتة، هي P نوت اللي هي الصفر و P 1 هي واحد ناقص واحد على ميو، لأن الفيكس بوينت نقاط ثابتة. ليش أتكلم عن النقاط الثابتة؟ لأن يهمني طرفي الفترة، واحدة من طرفي الفترة هي الصفر، هي نقطة ثابتة. فإذا هذه الـ N اللي هي N زائد 2 صارت N زائد 1. ليش؟ لأنه الصفر نقطة ثابتة، إذا كان جاذبة تجذب نفسها ما ممكن تجذب غيرها، ما ممكن تجذبها غيرها، ما ممكن تنجذب إلى غيرها، هي نقطة ثابتة مسارها هي لنفسها. فإذا كانت جاذبة فهي واحدة من الثلاثة، وإذا كانت نافرة ف يعني ما تعتبر ضمن الثلاثة، لأن احنا كلامنا عن النقطة الدورية الجاذبة. خلي أوضحها أكثر بالرسم. لما ميو تساوي أقل من واحد يعني راح يكون عندنا نقطة دورية واحدة، عفوا نقطة ثابتة واحدة وهي الصفر. لما ميو أكبر من الواحد، لما يكون عندنا أكثر من نقطة دورية، نقطة ثابتة عفوا، نقطتين ثابتة في حالة الميو
أكبر من واحد، وفي حالة ميو أقل أو يساوي واحد فعندنا نقطة دورية، نقطة عفوا ثابتة واحد لما ميو أقل أو يساوي واحد، ولما ميو أكبر من واحد أدي نقطتين دورية اللي هي P1 و P0. هذه حالة ميو أقل من واحد، وهذه حالة طبعا أكبر من الصفر أقل أو يساوي، وهذه حالة ميو أكبر من الواحد طبعا أصغر من الأربعة. خلي الأربعة حالة خاصة نناقشها. ليش حالة خاصة؟ لأنه في الأربعة راح يكون النصف اللي هو النقطة الحرجة، هذا هو النصف، راح يكون النصف أيضا ينجذب للصفر. لاحظ بال باي فورك يعني بالكوبويب دايجرام، آخذ نقطة هنا في حالة الميو أقل من واحد، راح أشوف أنه النصف ينجذب إلى الصفر، كذلك الواحد ينجذب إلى الصفر. الآن L صب ميو للواحد شو تساوي؟ تساوي صفر، يعني الأوربت مال الصفر راح يجذب الواحد، أوربت الصفر يجذب الواحد، فراحت من عندي النقطة الأولى وراحت من عندي النقطة الطرفية الثانية، النقطة الطرفية الأولى A والنقطة الطرفية الثانية B، كلهم اثنينهم راحوا للصفر، فهنا راح يكون عندي الـ N زائد واحد. ليش؟ لأن الواحد دائما هو يروح للصفر، فهذا يعني لغوية الصفر صار، فهذا N زائد واحد واللي هو يساوي واحد زائد واحد اللي هو يساوي اثنين، العدد الأقصى للنقاط الدورية الجاذبة. هذا الكلام بشكل عام، واحدة من الصفر قد تكون والثانية من النصف، هي النصف مو نقطة دورية لكن تنجذب لها النصف، لأن هذا الرجل سينجرج قال يا بالنقاط الدورية الجاذبة حتى تفكرون بها فكروا بصفاتها، أهم صفة هي اللي تميزها أنه لو تجذب طرف من أطراف الفترة I أو تجذب نقطة حرجة. تجذب نقطة حرجة معناها إذا عندي 20 نقطة حرجة فمعناها عندي على الأقل 20، يعني على الأكثر عفوا 20 نقطة جاذبة، كل واحدة تجذب نقطة، لأن الجذب يكون لنقطة واحدة، ما يكون الاقتراب يكون وحيد، لا لنقطة واحدة. الآن الاثنين منين تجي؟ الاثنين تجي من طرفي الفترة، لقينا هنا على نقطة حرجة وحيدة اللي هي النصف في هذه الدالة، عائلة من الدول هذه، بذلك والـ A والـ B اثنينهم يروحون للصفر، يروحون للـ A، يعني الصفر ما يروح إلا لنفسه، والـ B الواحد هي تروح للـ A للصفر، فذول الاثنين صاروا واحد، فأدي إذن واحد زائد واحد كعدد أقصى، العدد الأقصى للنقاط الدورية الجاذبة. هذا الكلام بشكل عام. الآن نجي نفصل، إف ميو أقل أو يساوي واحد وأكبر من صفر، عندي بس الصفر، عندي الصفر attracting، يعني P not is attracting fixed point، يعني periodic point أو period 1، وال Bayesian of attraction إلها هو كل الفترة يعني كل الفترة صفر واحد، فما عندي بعد، لذلك ما طول صارت كل الدومين، لذلك صار عندي فقط نقطة دورية واحدة فقط لا تملك غير النقطة صفر، لذلك L صب ميو في حالة ميو أقل أو تساوي واحد وأكبر من صفر ليس لها أي نقاط دورية جاذبة غير شنو؟ ما عدا، خلينا نقول ما عدا منو؟ ما عدا اكس تساوي بي نوت اللي هي تساوي صفر، هذه هي نقطة دورية جاذبة الوحيدة. واحد يقول احنا اختبرنا بس النقاط الثابتة، وين بعد البريودك 2 بريودك 3 بريودك 4 5 الى ما لا نهاية؟ نقول نعرفها من خلال البيسين اوف اتراكشن،
من خلال البيسيان اوف اتراكشن للصفر، ما بقى شيء غيره، هذا الصفر ما بقى شيء غيره، فاكيد غيره ما موجود، لان البيسيان اوف اتراكشن يعني مجالات الجذب او مجالات الاقتراب او احيانا يسموها احواض الاقتراب، المحاضرة السابقة شفناها disjoint، منفصلة عن بعضها ما تتقاطع، فهذا أخذ كل الدومين، إذن أكيد غيره ما موجود، ما موجود غيره، طالما هذا كل النقاط تجي للصفر، إذن وين تحصل عندي نقطة دورية تبقى يعني يم نفسها أو يم إذا سايكل 2 هي ونقطة أخرى أو سايكل 3 هي ونقطتين أخرتين، لا كلهم ده يجون للصفر من خلال البيسيان اوف اتراكشن، احكمت انه لا يوجد نقاط دوريه غير الصفر. الان اذا كانت ميو بين 1 و 4 فايش راح يكون الرسم؟ هذا الرسم الاول راح يكون البيسيان، يعني خلينا نقول نقطتين، عندي نقطه بي 1 وبي نوت، شوف الصفر وين راح ينجذب، يعني النصف عفوا النصف، او خلينا نقول قبل النصف بعد النصف وين راح تروح النقطه هنا، مقاطع الواي يساوي المنحنى الداله ثم نقاطع، واضح؟ لا لما قاطعنا للنصف ايضا ينجذب له، بس الواحد يروح للصفر، الصفر يصير ريبيلينج، الصفر يصير ريبيلينج، والبي 1 يصير اتراكتينج، P not is repelling أو unstable، واضح هذا مر علينا، ليش؟ لأنه المشتقة إيش راح تصير؟ لأنه المشتقة L prime للميو عند الصفر راح تساوي ميو وهي أكبر من 1، فحسب النظرية الأولى repelling ما تخصنا هذه الصفر، ما راح تخصنا، ليست ضمن النقاط الجاذبة. الواحد يروح للصفر بطبيعة الحال، قبل شوية بشكل عام الواحد دائما يروح للصفر، فراحت الأي وراحت البي، لا أي ولا بي شاركوا بالنقاط الدورية بزيادة عدد النقاط الدورية الجاذبة، بقى منه؟ بقى بس هذا النصف، النصف وين راح؟ النصف راح للبي 1، لذلك ايش راح يكون عندي؟ البي 1 بي 1 اللي هي تساوي 1 ناقص 1 على ميو، والميو في هذه الحالة بين ال يعني بين الواحد والأربعة، فراح تكون المشتقة عندها لما نعوض بالمشتقة الأولى ونعوض عن P1 راح نشوفها في فترة تكون من 1 إلى 3 جاذبة ومن 3 إلى 4 نافرة، بس احنا ما يهمنا P1 نافرة او جاذبة، يهمنا ايش راح يكون عندنا، بقى بس النصف، والنصف راح يعني في هذه الحالة L sub mu لها، يعني النصف راح يمثل نقطة واحدة، لها نقطة دورية جاذبة واحدة أو وحيدة، بس واحدة، ليش بس واحدة؟ لأن هو بس النصف بقى، على الأكثر طبعا، على الأكثر، واحد يقول وين الاثنين الباقيات؟ لأنه سينجارد قال N زائد 2 N 1 نحن نقول له بهذه الحالة، حالة خاصة أنه الـ A والـ B ضاعوا من الحسبة، خرجوا من الحسبة، لأنه الصفر هو الاي يمثل، ف يعني طلع من الحساب، والبي هي، فهنا راح تكون النصف تقترب، وكذلك ال يعني هي النقطة الحرجة الوحيدة على الأكثر، والتي قد تجذب النصف، لأنه هذا كلامنا نطبقه على نظرية سينجر،
سنقر الرجال ايش قال؟ قال يا جماعه النقاط الدوريه الجاذبه عرفوها وروحوا على النقاط الحرجه، وضيفوا لها اثنين، اثنين من تجي من طرفي الفتره. احنا هنا شفنا النقاط الحرجه هي واحد، فاذا في اللوجستيك ماب على اكثر ثلاثه، لكن لما شفنا النقاط اي وبي الاثنين الاضافيات شفناه هنا واحد منهن هو نقطه ثابته والثاني يروح اللي هو الواحد، الواحد صورته صفر، فذني الاثنين صار واحد لما ميو اقل من واحد، لما ميو اكثر من واحد صارت ريبيلينج الصفر والواحد يبقى يروح لها، فاثنين هنا اللي غن بقى عندي فقط نقطه جاذبه دوريه واحده، نقطه جاذبه دوريه واحده. الان الحاله الاخرى اف ميو تساوي 4، then ايش راح يكون عندي؟ L sub 4 of x يساوي 4x في 1 ناقص x. زين ال P نوت تساوي 0 كل الأحوال انتهينا منها، هنا أنا راح تكون unstable repelling نفس السبب السابق. ال P1 ايش راح تكون؟ راح تكون واحد ناقص ربع ثلاثة على أربعة مشتقة ال L4 هي أربعة ناقص ثمانية X، لما نعوضها بال P1 تنشوفها جاذبة لو نافرة راح تساوي سالب اثنين كقيمة مطلقة يعني اثنين اربعة تخسرها مع الثمانية اثنين في ثلاثة سالب ستة زائد اربعة سالب اثنين، فهذا الكلام كله كقيمة مطلقة كقيمة مطلقة، هذا كقيمة مطلقة. زين اكبر من واحد معناه شنو؟ معناه ال P1 ايضا شبيهه unstable حسب النظرية الاولى حسب theorem 1. زين بهالحالة شو نقول؟ نقول ايضا هنا أنا صار عندي unstable ال P1 أو repelling والصفر بالأربعة أيضا repelling، صار عندي لازم أشوف الأوربت مال النصف وين راح تروح النصف، خلي هالشكل نقول هل النصف ستقترب إلى شيء؟ إذا اقتربت إلى شيء هو هذا الشيء هو النقطة الدورية اللي ممكن توصل لها. النصف في هذه الحالة النصف شو تساوي؟ صورتها نصف، عوض بالدالة أيضا نصف، نصف في نصف ربع في أربعة واحد، عوض بالدالة بالواحد يطلع لك صفر، إذا تقترب أيضا إلى الصفر اللي هي unstable. ماذا سأحكم شو أقول؟ لذلك هنا تنطبق نظرية سنجر واللي هي بالحقيقة النظرية اللي اعتمدت عليها إثبات نظرية سنجر، اللي اعتمد عليها إثبات نظرية سنجر اللي يقول النقطة الدورية الجاذبة أما تجذب طرفي الفترة أو طرف من أطراف الفترة على الأقل واحد أو تجذب نقطة حرجة. الآن الحرجة راحت للصفر والنقاط النقطتين الأي والبي أيضا راح للصفر والصفر unstable، لذلك L sub 4 لا تملك أي نقطة دورية جاذبة. لماذا؟ شنو التعليل؟ حسب نظرية سنجر والنظرية اللي تعتمد على إثبات نظرية سنجر تعتمد عليها يعتمد عليها إثبات نظرية سنجر وهو أنه النقطة الدورية الجاذبة يجب أن أما تجذب طرف من أطراف الفترة I أو تجذب نقطة حرجة، أطراف الفترة راحت للصفر والنقطة الحرجة راحت للصفر، بعد لا يوجد لدي أي نقطة دورية جاذبة.
بدورة كي for all k in z plus مهما كانت قيمة k في z plus. ليش؟ حسب نظرية سينجر قاية حسب نظرية سينجر ونتائجها طبعا النظرية اللي تعتمد عليها بالإثبات ونتيجتها. الآن انتهى هذا المثال، وبالحقيقة هاي الـ L4 قبل ما نترك المثال، الـ L4 هي دالة فوضوية، دالة راح ندرس شنو دالة فوضوية، كايوتيك ماب. كايوتيك ماب دالة فوضوية ماب دالة فوضوية يعني الكايوس نظرية الكايوس نظرية الفوضى بتعريف بشروط معينة تصبح الدالة فوضوية. تصبح الدالة فوضوية في وقتها، والدالة الفوضية لا يمكن أن تملك نقطة جاذبة، يعني ما عندها أتراكتينج، لأنه إذا ملكت الأتراكتينج راح يعني يبين وين رايح المسار. في الدالة الفوضوية بتبسيط يعني تعريف بسيط جدا، هو ما نعرف وين راح يروح المسار، ما نعرف مسار النقاط إلى أين سيذهب، نسميها الدالة الفوضوية. احنا ما راح نعرفها بهالشكل، راح نعرفها بشروط معينة انها ترانسيتيف دالة متعدية، ونعرف المتعدية بوقتها ان شاء الله، وبنفس الوقت نقاطها الدورية تكون يعني كثيفة في مجالها، نقاطها الدورية كثيفة في مجالها، لكن النقاط الدورية ما تكون جاذبة، ما عندها نقطة جاذبة. من اقول نقطة دورية شيء ومن اقول نقطة دورية جاذبة شيء اخر. الشرط انه تكون جاذبة لا، دورية نعم ممكن، لكن تكون جاذبة لا، ما عندها نقاط دورية جاذبة. فهذه في وقتها نجي على ما معنى فوضوية وما نظرية الفوضى، تعريف يعني راح نجي بالفصل الثالث. الآن انتهى هذا المثال، نشوف المثال الآخر اللي هو تان انفيرس. في المثال يتكلم عن الدورات يعني العليا، الدورة السادسة إلى آخره. هذا الكلام يحتاج إلى كمبيوتر، وإحنا قلنا بشغلنا ما راح يعني مو إجباري استخدام الكمبيوتر، فالمثال يكفي لغاية يعني لغاية فيجر السطر اللي يتكلم عن فيجر 2.7. هذا بعده راح يتكلم شيء يحتاج إلى كمبيوتر. المثال الآخر اللي هو جي اوف اكس تساوي ميو تان انفيرس اكس. هذا المثال ايضا نريد نتكلم عن باستخدام نظرية سينجر، شو راح نستفيد من نظرية سينجر لمعرفة عدد النقاط الدورية الجاذبة الممكنة يعني كحد اقصى جي اوف اكس. لا تنسى المحاضرة السابقة تكلمنا عن انه هذه النظرية يجب ان يكون مشتقة شوارز لها سالبة. في هذه النظرية حتى نطبق نظرية سينجر يجب ان تكون مشتقة شوارز سالبة. فواحد لو يسأل باللوجيستيك ماب هل المشتقة شوارز سالبة؟ طبعا مشتقة شوارز سالبة بسهولة اثباتها، وحتى لو بدون إثبات دائما شوارزيان للال أقل من صفر، لأن هي دالة من متعددة حدود من الدرجة الثانية، متعددة حدود من الدرجة الثانية مشتقتها الثالثة تساوي صفر، فالحد الأول في شوارز راح يصير صفر لأن مشتقة ثالثة على مشتقة أولى، والحد الثاني اللي هو سالب 3/2 في المشتقة الثانية على المشتقة الأولى تربيع راح يكون سالب. واحد يقول يمكن صفر، نقول له لأن المشتقة الثانية ما تكون صفر لأن هي من يعني متعددة حدود الدرجة الثانية.
فمشتقتها الثانية راح تكون ليس صفر. الآن نرجع لهذه المثال الثاني. أيضا حتى أبدأ بالعمل لازم يكون عندي مشتقة شوارز سالبة لهذه الدالة حتى أطبق نظرية سينجر. هو ما ذاكر هذا الشيء، أثبت أن شوارز ريفيتيف للجي أوف أكس الكابيتال جي أوف أكس أقل من صفر. بالحقيقة هي راح تظهر سالب اثنين على أكس تربيع زائد واحد الكل تربيع. هذا الجواب إنه هالشكل، بس يعني تشتقون مشتقة ثالثة وتقسموها على المشتقة الأولى راح تشوفون هو هذا الناتج اللي راح تحصلون عليه. الآن ثانيا ورا ما تأكدت من هذا الشيء، تعال طبق نظرية سينجر. عدد النقاط الدورية، العدد الأقصى للنقاط الدورية الجاذبة لهذه الدالة. العدد الأقصى للنقاط الدورية الجاذبة لهذه الدالة. العدد الأقصى للنقاط الدورية الجاذبة حسب ما قال السيد سينجر مشكورا، وضح لنا وبسط لنا بهذه النظرية، أنه شوف النقاط الحرجة عددها، وأيضا انظر لطرفي الفترة، فهي راح تصير N زائد 2 على الأكثر. فالنقاط الحرجة تحتاج إلى مشتقة الدالة وتساويها بالصفر. مشتقة الدالة التان إنفيرس هي 1 على 1 زائد المقدار تربيع في مشتقة، يعني هنا ميو راح تصير في مشتقة المقدار اللي هي 1، وهذه لا يمكن أن تساوي صفر. لذلك شنو؟ لذلك جي لا تملك أو ليس لها أي نقطة حرجة. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ يعني في نظرية سينجر الآن تساوي صفر. إذا نستنتج كاستنتج أولي أنه لديها نقط على الأكثر نقطتين دورية، لديها على الأكثر نقطتين دورية جاذبة لكل كي. لديها على الأكثر جي لها على الأكثر عدد اثنين نقطة دورية جاذبة بدورة كي لكل شنو؟ كي تنتمي إلى زد بلس. هذا الكلام هي حسب نظرية سينجرز، هذا كلام عام. بعد نخصصه أكثر، راح نخصصه أكثر. كيف راح نخصصه أكثر؟ هنا أنا طبعاً من تقول اثنين نقطة دورية لكل بدورة كي لكل كي، يعني هي ما لا نهاية من النقاط، كل كي عنده اثنين، كل كي عنده اثنين، قد يكون عنده اثنين على الأكثر، لأنه يعني ممكن اثنين، ممكن واحد، ممكن صفر. الآن نخصصه أكثر. الآن نشوف الحالة شلون نخصصه، كيف نخصصه. التان انفيرس يعني لما نحدد التان نحدد له، هو التان مو 1 تو 1، هو اون تو لكن ليس 1 تو 1. فنحدد له من سالب باي الى باي على 2، من سالب باي الى باي على 2، يكون هذا التان انفيرس بهالشكل. هاي لما ميو اقل من 1، الميو لما تصير اكبر من 1 يكبر التان، يعني تتوسع الدالة. هذا لما ميو أقل من 1، أدي بس الصفر صفر. لما ميو أكبر من 1 بهالشكل راح يصير، يعني تتوسع أكثر الدالة، فراح يصير أدي 3 نقاط ثابتة. الآن إيش راح أسوي؟ راح أرسم الحالة لما ميو أقل من 1. بالحقيقة لما ميو يعني كقيمة مطلقة أقل من 1، يعني ممكن سالب 1، ممكن يعني بهالشكل يكون الرسم المنحنى قد يكون سالب، فكل واي سالبة تصبح موجبة وكل واي موجبة تصبح سالبة.
هاي لما ميو سالبه بهالشكل ينقلب الرسم، في الربع الاول يصير بالرابع واللي بالثالث يصير بالثاني والعكس. هذه اكس هذه واي. الان اذا هذه الحاله فعندي فقط نقطه واحده ثابته، نستنتج اذن P نوت اللي تساوي صفر the only fixed point. الان هل هي نافره او جاذبه؟ طبعا تعتمد على المشتقة من نعوض بالصفر راح تكون stable يعني attracting جاذبة، stable أو attracting مستقرة أو جاذبة، لأن نعوض بالصفر الميو أقل من واحد فراح يكون كقيمة مطلقة أقل من واحد فراح يكون حسب النظرية الأولى stable. الآن شنو البيسيان of attraction؟ خلي أشوف إلها البيسيان اوف اتراكشن البي نوت ايش راح يكون. احاول استخدم الكبوب او الكمبيوتر، الكبوب طالما الكمبيوتر يعني غير واجب في هذه الماده، اشوف الـ اي نقطه هنا مسارها ده يقترب لمن؟ يقترب للصفر. كل الار من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، البيسيان اوف اتراكشن من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. بالمناسبه الفتره عندي هي شنو؟ من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، يعني الاي هي ما سالب ما لا نهايه والبي هي ما لا نهايه. كل الار شو استنتج من هذا الكلام والبيسيان اوف اتراكشن ديس جوينت؟ لذلك g of x ليس لها اي نقطة دورية عدا، حتى مو جاذبة، عدا p تساوي صفر، p نوت تساوي صفر. ليش؟ لان البيسيان اوف اتراكشن اخذ كل الار، يعني ما بقى شيل البقيه. اذا اكو نقطه دوريه شنو تدور بينها وبين نفسها؟ هي كلهن يجن للصفر، كلهن يقتربن للصفر، جميع النقاط تقترب للصفر. فاذا ما عندي اي نقطه دوريه غير من غير البي نوت وانتهينا. واكيد لا توجد نقطه دوريه جاذبه غير البي نوت، يعني هنا عدد النقاط الدوريه الجاذبه واحده فقط وهي الصفر. الآن F ميو أكبر من واحد، شو راح يكون الرسم؟ هذا الواي يساوي X وهذا المنحنى للدالة بهالشكل راح يجي، يقطع هنا ثم يقطع هنا ثم يقطع هنا، يعني عنده ثلاث نقاط اللي هي P 2 خلينا نقول هذه و P نوت و P 1 سالبة. زين لدينا ثلاث نقاط ثابتة. احنا ليش ندرس النقاط الثابتة؟ هي أبسط نوع من النقاط الدورية، أبسط نوع من أنواع النقاط الدورية، فندرسها أولا ثم نحكم. الآن لو أخذ ال التجاذب او التقارب او مسار النقطة، نقطة قريبة تقطع المستقيم، تقطع منحنى الدالة ثم افقيا تقطع المستقيم شاقليا وهكذا. لو اخذ نقطة بين البي نوت والبي 2 شاقليا منحنى الدالة افقيا المستقيم ايضا تقترب، اثنينهم هاي الجهة تقترب الى بي 2 وهذه الجهة ايضا تقترب الى بي 2. كذلك لو افحص بي 1 راح تقترب الها الجهتين. فايش احكم؟ بي نوت وبي 1 وبي 2 ار 3 فيكست بوينت بوينتس. اكيد بي نوت اللي هي صفر ريبيلينج، بي 1 اند بي 2 ار ستيبل او اتراكتنج.
الآن Bayesian of attraction للـ P1 راح نشوفه من سالب ما لا نهاية إلى الصفر، والـ Bayesian of attraction للـ P2 من سالب من صفر إلى ما لا نهاية. ما بقى شيء، ما بقوا شيء للباقيات، كل النقاط هذه تجي للـ P1 السالبة، وكل النقاط الموجبة تجي للـ P2. فإذن لا توجد، إذن لذلك شو نستنتج؟ لذلك كل بيسين اوف اتراكشن ما يصير يتقاطعون، يعني لا يوجد بيسين اوف اتراكشن غيرها غيرهم، يعني بداخلهم لنقاط اخرى. فلذلك جي اوف اكس ليس لها اي نقاط دوريه عدا شنو؟ مو بس جاذبه، حتى دوريه عدا منو؟ عدا بي نوت وبي 1 وبي 2. وهنا ما يعرض السينجرز. ليش ما يعرض السينجرز؟ واحد يقول احنا قبل شوية قلنا بس اثنين لازم بشكل عام، ايش قلنا؟ قلنا على الاقل اثنين، شو طلعنا ثلاثة. احنا هنا اثنين بنقول جاذبة، اثنين جاذبة، اما هناك ثلاثة من ضمنها الصفر، الصفر غير جاذبة. فقط P1 وP2 جاذبة. طبعا كجاذبة انتهينا منهن، لكن النتيجة الأهم أنه لا توجد غيرهن، لا يوجد غيرهن هاي الثلاثة نقاط دورية، لا جاذبة ولا غير جاذبة. اثنين من ذني الثلاثة جاذبة وواحدة غير جاذبة. الآن الحالة الأخرى، if mu أقل من سالب واحد، إذا كانت ميو أقل من سالب واحد شو راح تنعكس؟ راح ينعكس الرسم، يعني كل واي سالبة تصبح موجبة، وكل واي موجبة تصبح سالبة. أنا ما يهمني الواي يساوي سالب اكس، لا، لكن راح ارسمه للتوضيح. هذا الواي يساوي اكس، وهذا الواي يساوي سالب اكس. واي يساوي سالب اكس للتوضيح، حتى اطلع لك النقاط الدورية اللي راح اوجدها. هذه نقطة هي P1 بار، وهذه الثانية P2 بار، ذن P1 بار وP2 بار، ذن يشبيهن. لو تشوف مسارهن، لو ناخذ شاقوليا نقطع المنحنى، أفقيا نقطع المستقيم، شاقوليا نقطع المنحنى، أفقيا نقطع المستقيم، وهكذا شاقوليا نقطع المنحنى. راح اشوف عبارة عن مسار دوري، تو سايكل، نقاط مسارها نقطتين دوريتين، تو سايكل. Then we have P1 بار وP2 بار، P1 سالبة وP2 موجبة، باختلاف طبعا ميو تختلف قيمتهم. از تو سايكل، هذا الاز تابع للمجموعه، هذا الاز تابع للمجموعه، لكن ذا اثنين هن كنقاط نقول ار. الان هذه تو سايكل، هل هي ريبيلينج اتراكتينج؟ نستخدم اختبار المشتقة الأولى ونضرب، احنا قيمهم ما وجدناها بدون ما نوجدها بالكاب ويب. بالكاب ويب راح نلاحظ انه لو اخذ نقطة بهالمكان واجد لها مسارها، شاقولي يقطع المنحنى، افقي يقطع المستقيم، راح اشوف انه شاقولي يقطع المنحنى، افقي يقطع المستقيم، راح اشوفها تقترب الى وين؟ تقترب الى الـ P1 والـ P2 في اقتراب متزايد.
لو أخذ نقطة برا هنا مثلا، شاقولي يقطع المنحنى، أفقي يقطع المستقيم أيضا، شاقولي يقطع المنحنى مع مرور، لأنه المنحنى ينحني أكثر، راح نشوف يقترب المسار، مسار النقاط يقترب إلى ال P1 P2، إلى مسار P1 P2، هو مسار P1 P2 هو نفسه P1 P2 بار، مسار P1 P2 بار P1 بار P2 بار هو نفسه P1 P2 بار، هو نفسه هذا المسار 2 سايكل. إذن إيش راح نقول؟ راح نقول ال البيسيان أوف أتراكشن لي P1 بار P2 بار كسيت 2 سايكل هو شي يساوي؟ يساوي من سالب ما لا نهاية إلى الصفر اتحاد من صفر إلى ما لا نهاية، يعني ما بقى للبقية شيء، طبعا عدا الصفر نقطة دورية لكنها نافرة. الآن نقطة ثابتة ونافرة. الآن بسبب هذا البيسيان أوف أتراكشن، بسبب هذا البيسيان أوف أتراكشن أستنتج أنه لذلك في هذه الحالة G of X ليس لها أي نقطة دورية جاذبة، وخلي لك جاذبة بين قوسين، ما عندها أي نقطة دورية عدا ال P1 بار و P2 بار، هاي اللي هي 2 سايكل، وبين قوسين أيضا الصفر، الصفر أيضا نقطة ثابتة ما عندها بعد غيرهم. منو اللي خلاني أحكم بهذا الشكل؟ البيسيان أوف أتراكشن، هي تجذب كل النقاط الموجبة والسالبة عدا الصفر، فما بقى بعد إذا توجد نقطة دورية موجبة أو سالبة وين الدور؟ الدورية المفروض تبقى الدور بين جماعتها، إذا خمسة خمسة يدورون، إذا عشرة بيناتهم يدورون، زين هما مدى يدورون؟ دا يجون يقتربون إلى ال P1 بار وال P2 بار، إذن لا توجد أي نقطة دورية بشكل عام غير ذني الثلاثة، واثنين منهم 2 سايكل وواحدة جاذبات وواحدة منهم صفر وفيكس بوينت وهي غير جاذبة أو نافرة. بهالشكل انهينا هذا البند 2-4. التمارين المطلوبة في الصفحة يعني 80 و81، ويوجد تمرين واحد قبلها، اول 13 تمرين كلهن تمارين بعضهن حليناهن كورولاري هذه المحاضرة السابقة حليناها، هذا التمرين 10 اليوم حليناه بشكل غير مباشر، وانما لما الميو تساوي 4 حليناه. فالتمارين المطلوبة هي من 1 إلى 13، تمارين المطلوبة من 1 إلى 13، الكلام وين؟ صفحة 80 81. أنا بالنسبة للبند اللي يلي البايفوركيشن التشعب، تعلمنا ما هو ما هي نقطة التشعب، وتعلمنا عرفناها اللي هي النقطة التي يتغير عندها تغير النظام، تصرف النظام الديناميكي تصرفا جذريا، وتعرفنا على البايفوركيشن دايجرام اللي هو تكون عندي عائلة من الدوال، والمحور الأفقي هي قيمة الوسيطة، والمحور الشاقولي هي تكرارات كبيرة للدالة لنقطة حرجة، وشفنا ليش نقطة حرجة، لأن النقطة الحرجة يعني تنجذب لنقطة دورية، لأن النقطة الحرجة عادة ما تنجذب لنقطة دورية، يعني من صفات النقاط الدورية أنها تجذب النقطة الحرجة أو تجذب أما هاي أو هاي، أو تجذب طرف من طرفي الفترة. فهذا البند 2-5 راح نختصره كله بالصفحة رقم 90، جدول في بداية الصفحة رقم 90، جدول صغير، هذا هو المطلوب من هذا البند. الجدول يعطيني 4 نقاط من البايفوركيشن، هو البند كله يتكلم على هذا النوع من النقاط، سدل نوت المقصود بها يعني نقطة سرجية، عقدة سرجية.
البيتش فورك يعني شوكة أو الشوكة الكبيرة اللي يستخدمها الفلاح، هذه بيتش فورك شوكة. ترانس كريتيكال، ترانس كريتيكال شبه حرجة إذا أريد أن ترجمها، وباريوديك دبلينج مضاعفة، أو فليب قلاب، فليب قلابة، قلابة أو مضاعفة باريوديك دبلينج. هذه على من تعتمد، اشتقاق بسيط تطلع نوعها. هاي عبارة عن أربع نظريات هذا الجدول، تعتمد على المشتقة الأولى بالنسبة لX، احنا نسمي الدالة H، احنا راح نسميها F مثل التسمية الاعتيادية، أي دالة اللي هي نعطي أمثلة عليها بالمناسبة بالتيبل. احنا ما راح نكتب الأمثلة مباشرة، راح نكتب التيبل البايفوركيشن. كم نوع عندي اللي راح ندرسه؟ بالمناسبة هناك أنواع أخرى، هناك أنواع أخرى لكن اللي راح ندرسها في هذا الكتاب هي أربعة أنواع: سدل نود، بيتش فورك. بدون أن نتطرق للنظريات، بدون أن نتطرق للتعاريف، بدون أن نتطرق لمضمون البند، مباشرة هذا الجدول يلخص محتوى هذا البند. ترانس كريتيكال، والأخيرة بيريود دبلينج. مضاعفة بيريود دبلينج. يعني هنا أنا نسميها عقدة سرجية، وهنا شوكة، نوع شوكة إذا تريد ترجمها شبه حرجة، نقطة تشعب شبه حرجة، وهنا مضاعفة أو قلابة، مضاعفة أو فليب قلاب. الآن بالنسبة للجدول يبين وين يبين؟ بثلاثة أعمدة، ثلاثة أعمدة بسيطة تحدد لك نوع النقطة، نقطة التشعب، نوع نقطة التشعب. العمود الأول يعتمد طبعا نقطة التشعب تكون عندك موجودة، فتشتق الدالة اللي هي F sub mu بالنسبة إلى X وتعوض بنقطة التشعب. هذا اللي أقصد به، أنه نعوض هذا كتعويض في نقطة التشعب. والعمود الثاني تشتق الدالة بالنسبة إلى ميو، اشتقاق جزئي بالنسبة إلى ميو، وأيضا تعوض بنقطة التشعب. هذه الستار نقصد بها نقطة التشعب، نقطة التشعب هي ميو ستار وأكس ستار. أما أن توجدها أو أن تعطى لك بالسؤال، ميو ستار هي نقطة التشعب، قيمة ميو التي يتغير عندها تصرف النظام تغيرا جذريا، وهاي الأكس ستار لما تعوض بالميو ستار بالدالة وتوجد النقطة الثابتة هي أكس ستار، النقطة الثابتة المقابلة لهذه الميو ستار. والعمود الأخير المشتقة الثانية للدالة F sub ميو بالنسبة لأكس، وأيضا تعوض بالنقطة، أيضا تعوض بالنقطة. فإذا كان القيمة الأولى، فإذا كانت القيمة الأولى واحد والثانية لا تساوي صفر والثالثة لا تساوي صفر، فهذا النوع هو نوع سدل نود. سدل نود واحد صفر صفر بيتش فورك، واحد صفر لا يساوي صفر هي الترانس كريتيكال، وسالب واحد لا يساوي صفر لا يساوي صفر هي البريوديك دبلينج أو الفليب المضاعفة أو القلابة. هذه هي بالنسبة للبند 2-5، كل هذا الكلام يلخص بهذا الجدول، والتمارين هي اللي واحد يعني يتمرن عليها بسهولة. أول 6 تمارين مطلوبة من هذا البند، صفحة 92، أول 6 تمارين.
التمارين من 1 إلى 6 مطلوبة، وهي كلها عبارة عن اشتقاق جزئي للدالة المعطاة. الدالة المعطاة H مرة كابيتال H كابيتال G، هو يسميها كابيتال لأن عائلة من الدوال، شلون احنا سمينا ال L كابيتال L اللوجيستيك ماب عائلة من الدوال بهالشكل. البند الأخير في هذا الفصل هو 2.6 نظرية شاركوفسكي أو ساركوفسكي حسب ما تلفظ. نظرية شاركوفسكي أو بعضها يكتبوها ساركوفسكي، هذا الرجل في عام نظرية مهمة في عام 1964 وضع نظريته، يعني كان عمره مش قد 28 سنة، من 36 إلى 66 30 سنة نقص 2 28 سنة وضع نظريته، وجدا نظرية مهمة. وهو الآن يعيش في كييف في يعني في أوكرانيا في جامعة أوكرانيا، ووضع نظريته المشهورة في النظم الديناميكية المتقطعة الديسكريت داينيميكال سيستم عام 1964. بعدها ب11 سنة اجا امريكيين لي اند يورك وضعوا نظرية ايضا، وهي يعني ضجت بها العالم 1975، انه اي دالة مستمرة على فترة، اي دالة مستمرة على فترة اذا كان عندها بريود 3 نقطة من الدورة دورية دورتها 3، اذا كان عندها بريود 3 فسيكون لها او عندها جميع النقاط الدورية من كافة الأنواع، من كل الأنواع الأخرى، بريود 2 بريود 1 الفيكس بوينت بريود 4 بريود 5 إلى ما لا نهاية من النقاط الدورية من جميع الأنواع يكون لها. هذا منه لي أند يورك، العالم يعني انخبص بهاي النظرية، بينما الرجل قبلهم ب11 سنة شاركوفسكي وضع نظرية تعتبر نظرية لي أند يورك حالة خاصة من نظرية شاركوفسكي. ماذا قال شاركوفسكي؟ قال نأخذ الأعداد الصحيحة الموجبة ونرتبها كالتالي: الفردية أولاً، 3 تليها 5 تليها 7 إلى ما لا نهاية، ثم المجموعة الأخرى يعني نفس الترتيب. الفردية في 2، 2 في 3، 2 في 5، 2 في 7 إلى ما لا نهاية، ثم 2 أس 2 في 3، 2 أس 2 في 5 وهكذا إلى ما لا نهاية، بشكل عام 2 أس N في 3 2 أس N في الفرديات إلى ما لا نهاية، ويختم الترتيب بقوى العدد 2، 2 أس N 2 أس N ناقص 1 2 أس N ناقص 2 إلى 2 أس 3 اللي هي 8، 2 أس 2 اللي هي 4، 2 أس 1 اللي هي 2، ثم الواحد، الواحد يمثل الفيكس بوينت. هذه كأنه الأعداد الصحيحة الموجبة تمثل هي الدورات، هي دورات النقاط. الواحد طبعا النقطة اللي دورية لدورتها واحدة هي الفيكس بوينت، خلاها بالأخير. وقال نظريته، قال إذا كانت الدالة المستمرة على فترة تملك نقطة دورية دورتها كي حسب ترتيب هذا شاركوفسكي، نقطة دورية دورتها كي، فإنها ستملك جميع النقاط الدورية التي تلي كي حسب ترتيب شاركوفسكي، جميع النقاط الدورية التي دورتها R، حيث كي تسبق R أو R تلي كي. بمعنى أنه إذا ملكت نقطة دورية، إذا يعني النقطة الدالة المستمرة على فترة، إذا نقطة دورية دورتها 3 ستملك كل الأعداد الصحيحة، لأن 3 هي أول عدد. هذه هي اللي قال بي لي أند يورك، هذا اللي النظرية الخاصة بس. لكن لي أند يورك نظريتهم، لو أقول له عندي نقطة يعني دالة تملك نقطة دورية دورتها 7، شو تقول نظريتك على هاي الدالة؟ يقول لا، لا تقول شيئا، ما عنده أي شيء بالنسبة لي أند يورك. بينما شاركوفسكي لا، لما أقول له نقطة دورية دورتها 7، دالة تملك نقطة دورية دورتها 7، راح يقول لي إذن هي تملك كل، أكيد تملك كل النقاط الدورية اللي دورتها عدد صحيح موجب، عدا الثلاثة والخمسة ما أعرف، لا ما أعرف تملكها أو ما تملكها، هاي اللي قبلها، أما اللي بعدها كلها راح تملكها. هذا الكلام إن شاء الله راح نتكلم به المحاضرة القادمة، نظرية شاركوفسكي على الأحد القادم.
نبدأ بها البند 2-6، وهو راح يكون آخر بند في الفصل الثاني، لأن البنود الأخرى 2-7، 2-8، 2-9 كلها عن النظم الديناميكية المستمرة، وإحنا هدفنا النظم الديناميكية المتقطعة نحاول يعني نكفيها يعني بشكل خاص.